من سكند جولاي 2021 بروبلم 4 A square frame of half diagonal A equals 12 سنتيمتر can be rotated about its center O. Forces of magnitudes F1 و F2 و F3 و F4 كلهم عندنا قيمهم are applied on the frame as shown. What is the net torque كقيمة and direction كاتجاه of rotation about O. هعيد رسم السكوير عشان أبين حقيقة مهمة. في عندنا فورس F4 لو مدتها هتمر بالمركز O وبالتالي ملهاش تورك. أيضا ال F2 already بتمر بالمركز فلا ال F2 ولا ال F4 تعمل تورك. ليه؟ لأنها بتمر بالأو. عندنا F1 عمودية على الخط الواصل للأو والمسافة A، فاضربه مباشرة F1 في A ومع الساعة فنيجاتيف. ال F3 vertical فمحتاجين مسافة horizontal المسافة دي A. طبعا الزاوية دي 45 درجة، كل زاوية 45 درجة ده سكوير، يبقى A كوساين 45 degrees. يبقى التورك about O هناخد البوزيتيف عكس عقارب الساعة هيساوي ال F3 تعمل عكس عقارب الساعة وتضرب في A كوساين 45، ال F1 مع الساعة وتضرب في A كاملة equals ال F3 30، لا F1 ب 30 F3 ب 35، يبقى 35.12 كوساين 45 ماينس 30.12. لو طلع موجب يبقى عكس عقارب الساعة، 35 تايمز 0.12 كوساين 45 ماينس 30 تايمز 0.12. طلع الجواب نيجاتيف 0.63 نيوتن دوت متر. هو عايز ماجنتيود وعايز اتجاه، سو ممكن نقول التاو كماجنتيود about ال O equals 0.63 نيوتن دوت متر. طالما نيجاتيف يبقى كله كويس، ان احنا فرضين عكس عقارب الساعة بوزيتيف، هو طلع نيجاتيف يعني عكس الفرض اللي احنا فرضناه، معنى كده ان كلوك وايز.